السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد. زلزال مخيف يضرب المغرب ويدمر المباني، وأكثر من 300 قتيل. قبل البدء أدعوكم للاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. تعرض المغرب اليوم لزلزال عنيف بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، شعرت به العديد من المدن والمناطق في البلاد، مما تسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان، حيث تم تسجيل الزلزال في مركزه في منطقة محددة قرب منطقة ساحلية، مما زاد من خطرته وتأثيره، حيث دمرت مباني في بالكامل أثر هذه الهزة. ولم يتضح بعد حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال، ولكن السلطات تعمل حاليا على تقييم الوضع وتقديم المساعدة والدعم للمتضررين، حيث تجري فرق الإنقاذ والإسعاف جهود كبيرة للبحث عن الناجين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعين السلطات على التعامل مع هذه الوضع الطارئ. وفي الختام نتمنى السلام للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.